عواجيز لكن جيل حريف ونجوم ولا نجوم السيم، لو تفتحوا كتاب الفيفا هتلاقوا نفس التقسيم. باسم جيل 69 حامد محمد مكاوي، وزيه في مليون هاوي بالكورة يتحول حاوي ويشوطها فتروح في التسعين. كل سنة وانت طيب يا كابتن حامد. وانتوا طيبين ومنورين الجيزة والله. رمضان كريم. الله أكرم يا ست الكل. وكل سنة ودورات مصر الرمضانية شغالة. إن شاء الله بإذن الله. وأكثر حرفنة وأكثر حماسا. الحمد لله. إيه قصتكم يا كابتن حامد؟ أنا جاية سامعة على إن في. لا والله الظروف بتلعب معانا دور كويس. إحنا أصلا كلنا من حتة واحدة. أنتوا جيزاوية كلكم جيزاوية. إحنا فين المكان ده إيه يا كابتن؟ إحنا في الجيزة، دي الجيزة القديمة. لا مركز شباب الجيزة. مركز شباب الجيزة. أحسن ناس. المشهورة بالساحة الشعبية. الساحة الشعبية. أقدم ساحة شعبية في مصر. في مصر. أقدم من رود الفرج؟ أنا أسمع بعد رود الفرج. بعد رود الفرج. وإحنا بعد رود الفرج. عشان بس ما إيه. أيوه رود الفرج الأول صح. صح. فإحنا كنا كلنا كده كنا بنلعب وإحنا صغيرين مع بعض. خلصنا ورحنا اصلا الجيش. اصلا شوفوا بقى الظروف، ما انا بقول لحضرتك كره عاديه ولا كره شراب، الاثنين مع بعض لمينا بعض. خلصنا جيش كنا حوالي 5-6 انفار مع بعض في سلاح واحد، جنتوا مع بعض كمان. ما انا بقول لك ظروف جميله جدا، يعني ما كانش مثلا في واحد اسمه احمد والتاني يحيى فده يبقى في اول الصف والتاني يبقى في اخر الصف. احنا ما انا بقول لحضرتك 3-4 انفار في سلاح واحد. اما جينا الجيش ساعه الحرب دخلنا سلاح واحد، خلصنا اشتغلنا كلنا في يعني المقاولين. انتوا حاربتوا في 73؟ اشتغلنا كلنا في المقاولين العربي. كلكم في شركه المقاولين؟ جيت شركه المقاولين في اداره اسمها اداره التركيبات في المقاولين العرب، بيعملوا دور فروع داخلي فعايزين يعملوا فرقه. فواحد جالي فنمت ده بقى هدى كلنا خلصنا جيش مع وقت واحد، فروحنا كلنا مع بعض. رحت اتوظفتوا؟ الظروف جميله جدا معانا. ولعبنا في نفس الاداره في المقاولين العرب. خلصنا جينا على الساحه هنا بعد المعاش. لا قبل المعاش واحنا في المقاولين، بطلنا بقى كوره واحنا في المقاولين. انا جاري شرايين تاجيه وانا عندي 37 سنه. يا ساتر. كنت صغير جدا وكنت بلعب رياضي. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي دلوقتي 70 الا شهر. ما شاء الله لا اكبر، بس شكلك اصغر يا كابتن. لا الحمد لله. والشله دي كام واحد تقريبا؟ تقريبا حوالي 15. يعني فريق 18. احنا يعني 11 يلعبوا 5 و5. احنا بنلعب 5 ب5 هنا في الساحه. على قدنا بقى هنا دلوقتي في الساحه. وبعدين عشان الشاليه التاجيه عايزه الناس تجري. صحيح. بقى كل الرياضه دي اكيد مفيده جدا. طبعا. وبعدين ساعدنا بقى رئيس مجلس اداره الساحه بصراحه مريحنا. الساعه اللي عايزينها بيديها لنا. حبيبكم. يعتبر اخويا الصغير. ما انتوا اكيد فراوده هنا بقى. كابتن مجدي كرم ده يعتبر اخويا الصغير. كابتن مجدي. والشله بتاعتك دي قصاركوا برضو اصحاب يا كابتن ولا لا؟ واحنا في الشركه بقى كنا بنروح المصايف كلنا سوا. لسه كنت هقول لك مصايف الشركات. كنا بنروح مصايف الشركه سوا، مطروح وجمصه. بتتخانقوا ساعات؟ لا ساعات كوره واحد حسب ده غلط. واحد مع دي اوف سايد ده لا بيحصل. بس الامور برضو ملمومه، مفيش حد اناني كده بيأنن عايز يبصش لزمايله. كل حاجه فيه بس العمليه ملمومه على رايك. كل حاجه فيه كل حاجه كوره. بس العمليه برضو بنلمها في الاخر.